هل بالفعل نقدر نقول وبضمير مرتاح ان التكنولوجيا في الوقت الراهن بتقتل علاقتنا وبتسوء علاقتنا بالآخرين؟ طبعا طبعا بالفعل في الفترة الأخيرة التكنولوجيا أصبحت موجودة زي سم بين العلاقات. العلاقات اتدمرت وفي بيوت اتخربت وفي أطفال فقدنا السيطرة عليهم في التربية وفي بلاد بتهدم بسبب استخدام التكنولوجيا السيء. يعني أثرت على كل شيء وللأسف الشديد احنا بنستخدم الجانب السيء من التكنولوجيا. في بداية الأمر لما ظهرت مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت كنا بنسميها مواقع التواصل الاجتماعي، إن احنا نتقارب مع بعضنا البعض، أنت حضرتك من مكان وأنا من مكان، بنقرب المسافات مع بعض. دلوقتي أصبحت مواقع الفشل الاجتماعي وقتل وهدم العلاقات ما بين أفراد الأسرة وبين العلاقات الاجتماعية الخارجية بين الناس وبين حتى كمان المجتمع عموما، لأن احنا استخدمناها كستار أو كشيء في بعض الناس بتستخبى وراه وبيبثوا من خلاله السموم الإلكترونية اللي ممكن وبتكون قادرة على تدمير جميع الفئات العمرية.